فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في المساجد التي تكون في طريق المسافرين تكثر الجماعات فيها وتضطرب الصفوف أحيانا. هذا ما هي منضبطة، لأنهم مسافرين، هذا يدخل ولا يخرج. إذا وجدت ناس يصلون صل معهم، توكل على الله، وإذا سلمت ارتب سيارك وامشي. نعم، لأن يعني هذا ما ينضبط أبدا، ناس متفاوتين، هذا داخل وذا خارج وذا يصلي وذا منتهي وذا. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يجوز أن تتعدد الجماعات حينئذ لأجل هذه الضرورة؟ هذه مستثنات يا أخي، مستثنات، المسافرون لهم وضع خاص. نعم، لكن الأفضل إذا وجدت ناس يصلون تدخل معهم، وإذا كنتم جماعة تدخلون معهم ولا تبدأون جماعة أخرى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.